السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام. وزارة التخطيط العراقية تعلن عن عدد السكان العراق لعام 2020. قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. أعلنت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء عن أن عدد سكان العراق لعام 2020 قد بلغ 40,150,000 نسمة، موزعين بواقع 50.5% من الرجال و 49.5% من النساء. وقد قال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي في بيان أن عدد تحديد سكان العراق جاء بناء على التقديرات السكانية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء وفقا للمعايير الإحصائية العالمية، مضيفا إلى أن نسبة النمو السنوية للسكان في عام 2020 بلغت 2.6%. وفيما يتعلق بالفئات العمرية للسكان، بين المتحدث أن فئة النشطين اقتصاديا وهم السكان في سن العمل من عمر 15 إلى 64 سنة كانت هي النسبة الأعلى بين الفئات العمرية، وقد بلغت 56.5% من مجموع سكان العراق، وتلتها فئة صغار السن بعمر من 0 إلى 14 سنة التي شكلت 40% من سكان العراق، فيما كانت نسبة سكان كبار السن 65 سنة فما فوق هي الأقل بين الفئات العمرية وسجلت نسبة 3% من سكان العراق فقط. شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة.